الواجب ديالنا. ميناء عندنا كبير كيخص ديك الميناء كامل يكون فيه المضاعف اللي كيتعملوا النفايات، باش هذاك المركب ملي يدخل عنده ديك البرميل النفايات يمشي يخويه، والمجلس البلدي حتى هو راه كيستافد من الاقتطاعات ديال المرسى، خصو حتى هو يقوم بالدور ديالو. هي في الحقيقه هذا الشيء كيألم بصراحه، هي هذه وحنا هذا الشيء كنعيشوه، وهذا الشيء ديال الميكات راه هو ماشي الميكات اللي كيصيبوا البحاره، حتى القضيه ديال الفلاحه، وعندنا واحد الشهر يجرى هو في الغربي ديال العرايش ما بين العرايش ومولي وسلاب، هذوك ديال الفريسه كلهم ديك الميكات كيسيبهم كيخرج في واحد الدوبو تما راه كبير. اذا من تم من وعي الكلام في الاخوان، وهاد الندوات بحال هادو خصهم يكونوا ماشي جوج مرات في العام، حنا ما كرهناش يكونوا ثلاثه ولا اربعه مرات في السنه، ويكونوا جميع المتدخلين في الحنطه يحضروا، باش هذا كيوصل لهذا. وبالنسبه للاخ ديال البحث العلمي، انا قبيله غير ما تفاهمناش وصافي. اذا الكلام ديالك مضبوط وديك الشيء اللي كتقول هو الحقيقه، ولكن دابا العريش بالنسبه للعريش كانت قبل فيها المراكب قلالين، ودابا المراكب بزاف، والصياده بالليل والنهار، والاحترام ما كايناش، ونطلبوا الله نتعاونوا على هذا الشيء هذا.